أبدأ معك علي جبالة، لأني تحدثت عن أفلام المخرج أحمد راشدي، التوجه بعد أفلام اللي كان فيها الشعب هو البطل، ربما الأخضر حمينة ويعني العديد وعمر العسكري وأكثر من مخرج، إلى أفلام السير الذاتية إن صح التعبير أو أفلام الأبطال، أبطال الثورة التحريرية، من خلال مشاركتك في هذه الأفلام السينمائية واختلاف الأدوار. مثلا روح مصطفى بن بولعيد لعبت فيه دور عمر أخوه. نعم. أخ مصطفى بوليد. نعم، بالنسبة للسيناريو يعني تتغير الشخصيات وتتغير الأحداث، ولكن أن تشارك يعني في هذا العدد من الأفلام وتحافظ على مسافة الحياد مع الشخصية، هل كان ذلك سهلا؟ أو أنك تلعب دور شخصية في مصطفى بن بولعيد ثم في كريم بالقاسم تجد نفسك في أحداث أخرى مع شخصيات أخرى، كيفاش تعاملت بصراحة مع هذا الموقف يعني؟ والله صراحة كي تلعب شخصية تاريخية معروفة يعني مش من الخيال، صعيبة على أن على شخصية اللي تتخيلها كما تحب، لأنه شخصية تاريخية الناس تعرفها، مازالوا أولاد محيين، مازالوا الناس اللي عاشوا معاهم، تجي أصعب، لازم تبحث فيها بزاف، ولازم تروح للناس اللي عاشوا معاه أولاده ولا الناس اللي كانوا معاه في الثورة، باش على الأقل تدي حوايج بزاف من هذه الشخصية اللي باش تقدر تقدمها.